ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن الخبير الاقتصادي أحمد ياسين. بعد التحية أستاذ أحمد، يعني ما زالت البيانات الرسمية حول التضخم وتدهور الاقتصادات تتوالى حول العالم، وآخرها كان اتجاه وكالة مودس لخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي. كيف ترى الوضع مع تلك التوقعات في هذا الوقت؟ نعم، يعني هناك اقتصاديا لدينا مصطلح في اللغة الإنجليزية يسمى perfect storm، وهذا ما شاهدناه على مر السنوات الثلاث الماضية، تحديدا منذ انطلاقة أو منذ يعني انتشار فيروس كورونا. التبعات الاقتصادية الخطيرة التي فرضها انتشار فيروس كورونا وحالات الإغلاق الشاملة التي شاهدناها في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية، كذلك أيضا التأثير المباشر على خطوط الإمداد العالمية، كل ذلك دفع بمستوى التضخم نحو هذا المستوى القياسي المرتفع، لتأتي أخيرا الأزمة الأوكرانية. وتحديدا الأزمة الأوكرانية لم تكن سببا في ارتفاع مستوى التضخم، لا بل يجب علينا أن نوضح بأن العقوبات الاقتصادية الغربية التي تم فرضها على روسيا، وهي بلد مصدر أساسي للنفط والغاز، بالتأكيد لهذه العقوبات كان التأثير الاقتصادي السلبي والخطير، إذ أن بسبب هذه العقوبات الاقتصادية أدى ذلك إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة خاصة النفط. وكما تعلمين هناك حال من التلازم بين ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وأيضا روسيا مصدر كبير للقمح، وهو ما تسبب في هذه الأزمة الغذائية حول العالم. نعم، هذا ما كنت أود أن أشير إليه انطلاقا من التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية. يعني روسيا وأوكرانيا تعدان مصدران أساسيان بالنسبة للحبوب والزيوت، وكذلك أيضا الذرة. وتبعات الأزمة الأوكرانية وتعطيل خطوط الإمداد داخل أوكرانيا والموانئ الأوكرانية بالتأكيد كان لذلك سبب أساسي ومباشر في ارتفاع أسعار هذه السلع الأساسية. ولكن أسعار الطاقة بالتأكيد كان لها الدور الأساسي في ارتفاع مستويات التضخم. يعني هنا في بريطانيا لدينا الآن مستوى التضخم حوالي 9%، وهذا مستوى قياسي مرتفع، كذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد مثل هذا الوضع للتضخم سوف يكون له تبعات اقتصادية خطيرة للمرحلة المقبلة، أي أن هذا مستوى التضخم المرتفع سوف يؤدي إلى إجبار البنوك المركزية لاتباع سياسة نقدية مختلفة، كل الاختلاف عما شاهدناه منذ انطلاقة الأزمة العالمية في عام 2008. يعني كما هو معروف منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 والبنوك المركزية اتبعت سياسة نقدية مرنة من خلال برامج مكثفة لشراء السندات والقيام بخطوات متتابعة لتنفيذ quantitative easing أو ما يعرف باللغة العربية يعني طباعة العملة واقعيا. ولكن بالتأكيد ارتفاع مستوى التضخم إلى هذا المستوى المرتفع سوف يؤدي إلى إرغام البنوك المركزية لتغيير سياستها النقدية. وهنا أود أن أشير بالتحديد إلى التبعات الاقتصادية لمثل هذه الخطوة بالنسبة لمنطقة اليورو، إذ أن منطقة اليورو هي أيضا تشهد مستوى مرتفع قياسي في التضخم، وهو الأعلى منذ اعتماد اليورو كعملة موحدة بالنسبة لأوروبا. ومثل هذا الوضع سوف يجبر البنك المركزي على اتباع سياسات مختلفة في العالم. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.